لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. على بركة الله نحن كلمة التوحيد ضابط الحالة المدنية ببلدية جامس وعمل في مجال الأحوال الشخصية وبقانون الحالة المدنية حضر لدينا في هذا اليوم المبارك 15 أبريل 2016 من قصر البلدية قصر إبرام عقد الزواج السيد صالح العيدوتي السيدة نسرين الجابسي والشاهدين الراشدين العارفين السيد العروسي العيدوتي. حاضر. وبعد التحقق من استكمال الشروط الخاصة المتعلقة بسن الزوجين والمنصوص عليهما بمجال الأحوال الشخصية نتوجه بالسؤال إلى السيد صالح العيدوتي، هل تقبل بالزواج من السيدة نسرين الجابسي؟ كما أسأل السيدة نسرين هل تقبلين بالزواج من السيد صالح العيدوتي؟ وهل قبلت المهر الذي قدمه عليك؟ أعطيها المهر. ذكرتم بحكم الفصلين الأول والثاني من قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين وتلقيت جوابيهما الذي يضمن بالعقد رئاسة الشاهدين في الحبيب الجاس. هل أن المتعاقدين في حل من كل الروابط الزوجية والموانع القانونية الأخرى؟ كما توجب نفس السؤال سيد العروسي العدود، هل أن المتعاقدين في حل من كل الروابط الزوجية والموانع القانونية الأخرى؟ نعم. وبموجب ذلك وقع الإيجاب والقبول بين المتعاقدين وأصبح هكذا زوجين أمام القانون وعلى سنة الله ورسوله. كما أذكر بما جاء في الفصلين 23 و24 والشخصية فيما يجب على كل من الزوجين. فصل 23 على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب حق الضرر به، ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسب ما في العرف والعادة، ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والكفاءة
وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحاجته في نطاق مشمولات النفقة، وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق مع الأسرة إن كان لها مال. فصل 24 لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها. عند فلوس تصرف بارك الله فيها ما عندهاش تصرف بارك الله فيها. وفي الختام تقدم باسمي الخاص ونيابة عن مجلس بلدي للعروسين الكريمين وللعائلتين المتطهرتين لأحق التهاني وأطيب الأماني راجيا من الله العلي القدير من هذه الزيجة المباركة الذرية الصالحة. آمين. وأن يجعله زواجا مباركا على الزوجين. آمين. وعلى عائلتيهما. آمين. وأن يؤلف بين قلبيهما. آمين. وأن يجعل بينهما المودة والرحمة والوئام. آمين. وأن يعينهما على بناء بيت ينعمان فيه بالسعادة والهناء. آمين. بجاه القرآن الكريم. آمين. اللهم جمعنا هذا اجعله جمعا مرحوما. آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا سالما ساميا معصوما. آمين. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. اللهم يا فالق الحب والنوى يا رب اهدي لكل منا من الحاضرين ما نوى بجاه نبيك المصطفى. آمين. أمينك على وحي السماء. آمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا. آمين. واجمع شتاتنا. آمين. واللم شملنا. آمين. واحفظ بلادنا. آمين. وبلاد المسلمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا رب العالمين. يا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبسر الفاتحة اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخارج لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المختار العظيم هذا ذكر رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.